وري بمدينة الدولي مع زميلة إكرام طيباوي، ومعها على ما أعتقد وزيرة الشؤون الدينية. تفضلي إكرام. نعم، عودة أخرى يا ميمان، معي وزير شرفنا يعني بحضوره معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف سيد محمد عيسى. مساء الخير سيدي. مساء الأنوار. معالي الوزير، يعني شفناك وقفت على جميع الإجراءات، يعني واش تقدر تقول لنا يعني بخصوص هذه الإجراءات؟ كي هل كانت كما يعني خطط لها؟ احنا تعلمين بأننا نلتقي مباشرة بعد انتهاء الموسم لتحضير الموسم الذي بعده، ورسمنا خطة نحاول أن نطبقها على طول السنة. الذي لاحظته هذه السنة صدقا هو أن كل قطاع أراد أن يقدم الجديد في قطاعه وأن يقدم الجديد في تحضير الحج. لاحظت بأني ذكرت منذ قليل الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت لا يسمح لأعضائها أن يدخلوا في قاعة مطار الوصول. هذه السنة تمكنوا من أن يكونوا داخل مطار الوصول وسوف يتكفلون بالحجاج. التأشيرة اليوم قدمنا حوالي نصف عدد الحجاج أشر لهم على جوازاتهم، وبين اليوم ويوم غد، لأن يوم غد هو يوم عمل بالنسبة للقنصلية العامة السعودية، سوف نؤشر حوالي ثلثي الجوازات الجزائرية. الأطباء بذلوا جهدا ودخلنا في مرحلة السوار الإلكتروني، الأئمة بذلوا جهدا وانتقلوا من 65 إلى 150. بالمحصلة أنا ألاحظ بأن كل الأعضاء وكل الفاعلين اندمجوا في الخطة الوطنية التي أتشرف كثيرا بأن أنسقها باسم الدولة الجزائرية، وأتشرف كذلك بأنهم يتفاوتون ويتسابقون في من يقدم أحسن خدمة للحاج الجزائري. يبقى بطبيعة الحال هذه جملة ضرورية ينبغي أن نقولها، نجاح العملية هو باندماج الحاج الجزائري في هذه الخطة، واندماج الحاج الجزائري يتمثل في أن يثق في أعضاء البعثة، في أن يتفاعل معهم، في أن يستمع إلى نصائحهم. ولذلك قلنا إذا قصر عضو البعثة مهما كان هذا العضو فإنه يمكن للحاج أن يشكوه من خلال خلية الأزمة أو لجنة المتابعة التي نصبناها اليوم في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تنسق مع سلطات المملكة العربية السعودية هناك في البقاع المقدسة، ومع خلية الأزمة الموجودة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إذا معالي الوزير، يعني هذه السنة أنتم تراهنون على توفير حج الكرامة للحاج الجزائري، ما هي الضمانات التي تقدمونها؟ الضمانات هي كل التحضير الذي قدمناه. يعني أنا لا أعرف أن قطاعا من القطاعات المعنية بالتحضير قصر في توفير الخدمة. تنفيذ الخدمة هو التحدي الآن. تنفيذ الخدمة يكون في أرض ليست هي أرضنا. توفير الخدمة يكون في ظروف مناخية مختلفة عن ظروف مناخنا. توفير الخدمة يكون في دولة لها قوانينها التي ينبغي أن تحترم ونظامها الذي ينبغي أن يتفاعل معه. وهذا التحدي هو التحدي الحقيقي، ولذلك لاحظت بأننا نرافقه بجهد الجميع بما في ذلك جهد الحاج. هذا هو الضمان. الضمان هو الثقة المتبادلة التي إذا تحركت أو تزعزعت فإننا ينبغي أن نكون في الاستماع إليها، والإنصات الذي ينصت إليها ويستمع هي هذه اللجنة الوزارية الواقعة في قلب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي لها وسائل الاتصال جميعا، والتي سوف تستمع إلى انشغال الحاج وإلى انشغال قريب الحاج وإلى انشغال الإدارة التي تكون في البقاع المقدسة والإدارة التي تبقى في الجزائر من أجل تذليل الصعوبات. هذه الضمانة، ويبقى على الله عز وجل قصد السبيل. فهؤلاء ضيوفه، والكرم كرمه، والأرض أرضه، والحرم حرمه، والله تعالى لا يخيب عباده الذين جاءوه ملبين لبيك اللهم لبيك. سؤال أخير فقط معالي الوزير، بالنسبة لعدد أعوان الحماية المدنية هذا العام تم تقليصهم قليلا، يعني بالنسبة للنظر بالنسبة للسنة الفارطة، يعني هذا ما يقدرش ممكن يخل بعمل مرافقة وإرشاد الحجاج، خصوصا أنه يعني الحجاج معرضين يعني في أي لحظة في أي لحظة معرضين لحوادث قد تعكر الصف، وهذا ما قد يعكر صف الحج. نعم، هو فعلا هذا من الموضوعات التي تمت مناقشتها في المجلس الوزاري المشترك، ولكن تمت مناقشتها أساسا مع السيد المدير العام للحماية المدنية الذي أحييه وأحيي من خلاله كل أفراد الأشاوس للحماية المدنية الذين وافقوا
على أن يتنازلوا عن 25 من أعضاء من مناصبهم لفائدة الأئمة. التحدي الكبير الذي نحتاجه هو مرافقة الحاج الجزائري دينيا. تنازل هؤلاء ومكنوا 25 منصب تاعهم لفائدة الأئمة، وقام بهذا الدور كذلك قطاعات أخرى، ولكن القطعة الكبرى اقتطعت من الحماية المدنية. ولذلك أئمتنا قلنا لهم لا تكونوا أئمة فقط، كونوا أعوانا للحماية المدنية مع عضو الحماية المدنية. ويملك عنصر الحماية المدنية أن يأمر الإمام أن يساعده في التوجيه، في الحماية، في رفع العفش، في البحث عن التائهين. فبهذا المقتضى وسعنا الخدمة بدون أن نخل بالنظام العام، وبهذا المقتضى أصبحنا جبهة واحدة، ولم يعد البعثة مشكلة من عائلات مختلفة. ولذلك تلاحظين بأننا عممنا اللون الأصفر على جميع أعضاء البعثة، سواء كانوا حماية مدنية أو أئمة أو غيرهم. أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير على تدخلكم معنا على المباشر. معي شكرا جزيلا. معي أيضا سعادة السيدة عبد الله الشمري القائم بالأعمال بالسفارة السعودية. سؤال بسيط فقط، فيما يخص عدد الحجاج الجزائريين هذه السنة، معروف أنه تنتهي الأشغال ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله راح يرجع ممكن عدد الحجاج الجزائريين إلى سابق عهده بإذن الله. من المتوقع إن شاء الله إذا إنه السنة القادمة يعود حصة الحجاج الجزائريين إلى سابق عهدهم، وذلك بعد التأكد من اكتمال إنشاءات الحج في جميع المشاعر، في قطار الحرمين والمشاعر والمسجد، توسعة المسجد الحرام وتوفير الأسكان مواقع السكنية والأمور المرافق الأخرى. إن شاء الله يعود إلى عهدهم ويزيد إن شاء الله. سيدي فيما يخص يعني السنة الموسم الحج اللي فات يعني شهد حوادث مأساوية يعني أودت بها حياة الكثير من الحجاج، ممكن هذا الشيء يثير تخوف بعض الحجاج، هذه السنة هل هناك إجراءات خاصة يعني احترازية يعني لمثل هذه الحوادث؟ والله إن شاء الله أن لجنة الحج العليا في المملكة تشرف على الحج وتنظم تنظيم جيد بإذن الله، وإن شاء الله إن ما تتكرر الأحداث ولا نسمع إلا كل خبر طيب بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. نعم. وفيما يخص الإجراءات الجديدة هذا الموسم يعني في البقاع المقدسة، ما الجديد من يعني إجراءات ممكن جديدة أدخلت هذه السنة؟ والله ما أقدر أقول لك يعني إجراءات محددة، لكن كل سنة الإجراءات تتطور وتزيد، كل سنة يستفيدوا من التجربة السابقة ويزيدوا أكثر، وخاصة مع التوسعات والأعمال الإنشائية الكبيرة، فيكون تحقق جزء من المنشآت ويتوسع المشاعر، تتوسع يخف الضغط ويكون تسهل زيادة الإجراءات إن شاء الله وضمان سلامة الحجيج بإذن واحد الأحد. أشكرك جزيل الشكر سيد الشمري. معي سيد عزوزة يوسف عزوزة مدير عام الديوان للحج والعمرة. تفضل. معليش نزيدوا سؤالين فقط على المباشر. سؤالين فيما يخص الإسكان، شفنا باللي هناك بعض الحجاج يعني اللي تخلفوا عن إسكان أنفسهم في على الموقع الإلكتروني، هناك أعوان يعني راهي يعني قائمة بهذه المهمة. فيما يخص الأعداد أو تطور تقدم نسبة الإسكان، أولا من خلالكم أوجه نداء لكل الحجاج الذين لم يتمكنوا من حجز غرفهم عبر المسار الإلكتروني أن يبادروا بحجز غرفهم أو الاتصال بالديوان الوطني للحج والعمرة لتوضيح كيفية الحجز، لأن هذه العملية ستمكنهم من الوصول مباشرة إلى غرفهم دون الحاجة للانتظار الساعات الطويلة ببهو الفندق. وبالتالي حاولنا أن نستدرك هذا اليوم من خلال بعض موظفي الديوان الوطني للحج والعمرة هذه العملية، فمكننا من لم يتمكن من حجز غرفته من حجز الغرفة بالمطار. ولكن أقول أن الآلية الحجز الغرفة هي يعني عملية سهلة، يمكن لكل من يعني يستعمل الجهاز الألم الآلي بطريقة بسيطة أن يدخل إلى الموقع وإلى صفحة الموقع، وبالذات على صفحة على إسكان يعني إي إسكان يعني الإسكان الإلكتروني،
وأيضا يتبع الخطوات التي يتيحها الموقع. أقول أن هذا النداء وجهه لكل الرحلات التي المخصصة للدول الوطني للحج والعمرة. إذا عملية الإسكان الإلكتروني أصبحت حقيقة. عملية الإسكان الإلكتروني شهدت نجاح هذه السنة الحمد لله، وإن شاء الله يعني سنستمر في تعميمها للسنوات المقبلة في المواسم القادمة، وربما يعني يتم تسهيل إجراءات أكثر يعني حتى نمكن الجميع في وقت قياسي من الحصول على غرفهم. أشكرك سيد يوسف عزوزة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك إكرام على هذه التغطية والمداخلة معنا، شكرا جزيلا لك.